بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمر بمركز المنارة بالتجمع الخامس للكشف عن تفاصيل الدورة 54 للمعرض المقرر إقامته 25 يناير الجاري. النهاردة شركة تذكرتي هتطرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 14 من الدوري الممتاز هذا الموسم، يعني قبل 6 أيام من المباراة اللي هتتلعب يوم السبت 21 يناير باستاد القاهرة الدولي. وكشفت الشركة المالكة لحقوق طرح التذاكر أن تذاكر الأسبوع 14 هتطرح النهاردة الساعة 2 الظهر للجماهير الراغبة في حجز التذاكر.